2004 جا واحد السيد الاسم ديالو حمادي مع الزوجة ديالو فاطمة والأخت ديالها خديجة لزيارة مدينة صفر. وقف حمادي بالطوموبيل ديالو بصحة باب المقام للبحث عن سكن أو شي فندق يجلسو فيه يقضيو في داك العطلة اللي جاو باش يدوزوها في صفر. حمادي سول واحد الشاب كان دايز في الشارع قالو ولدي فين نقدرو نلقاو شي سكن أو أوتيل بمدينة صفر ممكن نحنا غرابين على المدينة باش نعرفو باش نجلسو فيه. جاوبو داك الشاب عمي صفر ما فيهاش لوطيلات ولكن كاين ديور مفرشين كيتكراو في وسط المدينة إلا بغيتي تكريهم. مشى حمادي كيقلب وسط المدينة القديمة لقى شي واحد كيكري ديور مفرشين كرا واحد الدار منو وجاب الزوجة ديالو والأخت ديالها باش ينزلو الحوايج ديالهم ويرتاحو. دخلوا لداك الدار وجدوا الغداء تغداو مع داك العصر خرجوا باش يديروا دويره في المدينه وتسارا ويشوفوا كي دايره المدينه ديال صفر. مشاو للشلال اللي هو معروف مدينه صفر لقاو واحد المصور تما اللي معروفين كاين في داك الشلال كياخذوا التصاور خداو الصور تذكاريه ومن بعد مشاو لدار حسي ديال ابو سرغين اللي هو تا هو معروف في مدينه صفر. صافي جات العشيه ركبوا في السياره ديالهم رجعوا للدار. في الصباح فاقوا من النعاس وجدوا الفطور فطرو خرجوا يزيدوا يكتشفوا المدينة وعرفوا المناطق السياحية اللي فيها والأحياء اللي معروفة. واحد شوية حمادي بغى يمشي لواحد الجردة معروفة في صفر باسم زنطق عنده ذكريات قديمة تما. وصلوا لديك الجردة بقاو كيدورو خداو صور تذكارية. واحد شوية جا عندهم واحد السيد راجل كبير ولابس واحد الجلابة وواحد الطربوش كيبيع العسل. طلب منو حمادي يشري منو العسل ساعة حمادي ما بغاش قال له لا ماشيش أنا عسل. هذاك السيد كيلح كيقول له لا والله الا العسل مزيانه وانا كنصوب على يدي وعندي داك الخليات اللي كنجيب لراسي ما زعما ماشي مغشوشه. حمادي رفض يشري منه داك مول العسل بغى يشوف الطريقه باش يشري منه العسل. سول حمادي قال له انت ماشي ولد المنطقه انت باين من الدار البيضاء. ضحك حمادي وقال ليه باش عرفتيها. جابوا مول العسل عندك اللهجه بحال ديال البيضاوي اللي قاص فوق داك الحجره راه هي كلي موراك. دار حمادي موراه شاف راجل كبير لابس جلابه ديال الصوف بيضاء ومكرفصه. حمادي سول مول العسل واش داك السيد قديم هنا. جاوبو صاحب العسل قالو نعم قديم هنا ومسكينه كيعيش بداكشي اللي كيعطيو ليه الناس. قال لي حمادي تقدر تعيط ليه يجي عندنا. قال لي مرحبا بدا كاينه ديال البيضاوي اجي تكلم. شاف فيهم البيضاوي ناض بلاصتو تم جاي غيقرب وقف جا من بلاصتو واحد شويه ويهرب واختفى مور الاشجار. استغرب حمادي ومول العسل من تصرف البيضاوي. سول حمادي مول العسل واش مسكين كيخاف علاش هرب منه. جابو مول العسل بدهشه زعما ما عمرو هرب ديما بالعكس ديما تيجي كيتعاود معنا وكيتعاود معنا على الدار البيضاء اللي ما عمرو نساها. قال لي حمادي بغيت نتعرف على هذا السيد مسكين. قال لي مول العسل غدا رجع راه ديما كيكون هنايا. في التالي حمادي شرى العسل من داك السيد وركب هو الزوجة ديالو والأخ ديالو ومشاو للمنزل اللي كارين في وسط المدينة القديمة. فاش مشى حمادي للدار ما بغاش يعاود القصة اللي وقعت ليه في الجردة للزوجة ديالو ولكن بغى يعرف السر اللي مخبي وراء داك البيضاوي وعلاش غيشافو هرب. في الصباح الموالي ناض حمادي فطر ومشى بوحديتو للحديقة ديال الزنطق. كان داك الساعات 10 ديال الصباح بقى كيتسارى وسط الجردة واحد شوية هو يشوف البيضاوي متكي على واحد الجدع ديال الشجرة. مشى عندو غيب شوية حتى وقف قدامه قال لي انت هو البيضاوي. كان البيضاوي راجل كبير وعندو اللحية والحالة ديالو مكرفصة. بقى كيشوف حمادي هو خايف. سولو حمادي علاش انت خايف مني واش كتعرفني. البيضاوي بغا ينوض يهرب لكن حمادي شدو مع حمادي صحيح قالو رجع بلاصتك رجعو لبلاصتو. قالو مناش خايف. جابو البيضاوي بواحد الصوت خفيف وكيرتعش قال له انا ما خايفش. سولو حمادي قال له الصوت ديالك ما جانيش غريب. وبقى كيشوف العينين ديال البيضاوي. البيضاوي بدا كيدور وجهه. قال لي حمادي انا فايت لي شتك نقدر نكون كنعرفك حتى انا من الدار البيضاء. البيضاوي قال له بلا ما يحس عرفتك. حمادي تدهش قال له سولو فين كتعرفني شكون انت. جابو البيضاوي انا هو ادريس. قال لي حمادي مستحيل انت هو ادريس والخير. نعم انا هو ادريس والخير عقلت عليك مزيان السي حمادي. وبدا كيبكي. وفاش شد البيضاوي سول حمادي على الزوجه ديالو خديجه اللي سمع فيها قبل سنوات.
قال لي حمادي من نهار مشيتي رجعت ساكنه معانا وهي دابا راه جات معنا نصفروا. حتى واحد ما كان عارف السبب اللي خلى دريسو الخير اللي معروف بالبيضاوي يختفي على الانظار بعد ما كان محاسب معروف بالشركه اللي بيع المواد الغذائيه بمدينه الدار البيضاء. تحرك حمادي ودريس وسط الحديقه واحد شويه جلسوا فوق حد جذع شجره طايحه بالريح، وبدا دريس كيعاود ليه السبب اللي خلاه يهرب من الدار البيضاء بشكل مفاجئ. قال لي انا هربت من الدار البيضاء بعد ما تعرضت خزينه ديال الشركه اللي كنت خدام فيها للسرقه والسطو، وخفت يشكوا فيا ومشي للحبس وتكون فضيحه ليا ولعائلتي، والحل اللي لقيت هو نهرب ونختفي على الانظار ونعيش متشرد. حاول حمادي باش يقنعو يرجع للدار البيضاء لكن دريس كان متردد وخايف. دريس فاش عرف الزوجه ديالو جات لصفرو بغى يشوفها، طلب من حمادي باش يديه يشوفها. عطى حمادي شي فلوس وقال لي خاصك تمشي تحسن وجهك وراسك وتمشي للحمام وتلبس شي لبسه نقيه، وفي الصباح نتلاقاو انا وياك باش نديك تشوفها وشوف راه هذه براسات وحشاتك ومرضات النهار اللي مشيتي. رجع حمادي للدار حساس بيه المرض ديالو بلي شي حاجه شاغلاه، ما بغاتش تسولو، ولكن في الليل غير جاو ينسو حكى للزوجه ديالو. قال لي راني تلاقيت دريسو الخير زوج خديجه اختك اللي اختفى هذه 10 سنين. اتفقوا باش ما يقول والو للزوجه ديالو خديجه حتى يديروا ليها مفاجاه. في الصباح مشى حمادي للحديقه ديال الزنطق باش يتلاقى دريس ويجيبو يشوف الزوجه ديالو اللي كان اللي اختفى عليها لمده ديال 10 سنين. بقى كيتسنى تما كيتسنى واحد شوية ويبان ليه داك الراجل اللي كان كيبيع العسل دايز. عيط لي حمادي شريف شريف سولو قال في فر البيضاوي شو ما بان ليش النار. قاموا العسل ساكت والحزن باين على وجهه. واحد شوية جاوبو البيضاوي مات مسكين، لقاو هاد الصباح مشنوق في واحد الشجرة. كانت صدمة بالنسبة لحمادي، بقى ساكت حتى هو ومشى بحالاتو للدار. في الغد ليه مشى حمادي وزوجة ديالو الأخت ديالها مصفرو في اتجاه الدار البيضاء. خديجة زوجة إدريس والخير ما قالوا ليها والو من داكشي، بقات القضية هكاك ما قالوا ليها جرى تلاقينا فلان.